إلى الدارمي. باب الرجل يخرج من الخلاء رفع الله قدرك. نعم رضي الله عنك. نختم به. الحمد لله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده، قال: باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط ثم خرج فأطي بطعام فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. فقال: أصلي فأتوضأ. هذا على الاستفهام. نعم. بختام الباب قال له يعني عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط ثم خرج فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: أصلي لأتوضأ. هذا إنكار، هذا استفهام. نوع استفهام إيش؟ إنكاري. نوع استفهام إنكاري. نعم. رجال السند أبو نعيم هو الفضل بن دكين وسفيان بن عيينة عمرو الدينار سعيد بن الحويرث وهو مولى السائب مكي ثقة قال الحديث. ابن عباس هو سيد الناس، ابن عباس ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين من العبدالله الأربعة، صحابي ابن صحابي أثري وهو صاحب القرآن، ترجمان القرآن. كافأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال: بأبي هو وأمي، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث يروى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغائط والأصل المكان المطمئن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب ما طلب ماء، هم بعدما جاء يعني أتوا له بالوضوء أو قالوا له أتتوضأ. وهذه فيها مسائل. المسألة الأولى أدب قضاء الحاجة، بأن الإنسان أصلا إذا ذهب ومعه ماء أو لم يكن معه الماء أظن به أنه استنجى، يكون قد استنجى أو استطاب بالحجارة، استطاب بالحجارة ورجع فقالوا أتتوضأ، فقال أفأصلي. ففيها أيضا مراجعة المفضول للفاضل، مراجعة المفضول للفاضل على سبيل الإشارة، على أساس أنه يستخدم الماء غسلا لأنه سيأكل الآن. فلما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي فأتوضأ، هل سأصلي حتى يجب علي الوضوء؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم أن الوضوء هذا للصلاة وليس لمن رجع من في هذا الباب، ليس لمن رجع من القضاء الحاجة أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يتوضأ. ولكن بعض العلماء حمل قول الصحابة ألا تتوضأ يعني لا تغسل يدك يا رسول الله، فقالوا حملوها على غسل اليد. والصحيح الراجح في هذا الباب أن الأمر على غيره، هم قالوا منه الوضوء، الوضوء الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك انتهرهم وقال بهذا الباب، انتهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا الباب، وقال قال ما كنت لأصلي لأتوضأ، أو قال أصلي فأتوضأ. فهذا فيه بيان أن الوضوء إنما يكون فيما أمر الله جل وعلا وليس قبل كل أمر ولا بعد كل غائط. الوضوء له وقته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بيانا عمليا، وكان أيضا جاء صريحا في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وهو قام يأكل فقال قال أنا ما قمت للصلاة حتى أتوضأ، ثم صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلذلك نحن نقول بأنه من الأدب إذا راجع يعني إذا راجع المفضول الفاضل أن يكون مؤدبا مهذبا عندما يراجعه. والذي يهدر مكانات الناس ولا يعرف الفضل أهل الفضل هذا خسيس، والخسيس لا مكانة له في هذا الباب. يعني الإنسان إذا صبر على 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 من لا يعرف الفضل أهل الفضل فله أن ينفض يده منه بعد ذلك إذا علم أنه يعني غبي لا يعرف أن يقدر المكانات. ولكن إذا كان المفضول يراجع الفاضل ويتأدب معه ويرشده ويبين له بجلاء ما عنده ولا يتوهم ولا يسيء الظن، فهذا مسموع الكلمة، مرفوع الهامة ويرفع فوق الرأس. وهنا شوف الصحابة أيضا عندما عرضوا على النبي عرضوا على النبي أدبا: أفتتوضأ يا رسول الله، أفلا تتوضأ يا رسول الله. فهنا لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون بأنه واجب، يعني هم يوجبون الوضوء
على من قضى حاجته ورجع من الغائط، فلما علم أنهم يجيبون عليه ذلك أراد أن ينتهرهم وأن يقول ليس بواجب، لذلك قال أفأصلي لا أتوضأ، أصلي فأتوضأ، يعني أنتم تقول ذلك هل أنا أصلي، أنا لست مصليا، فلذلك قال غسل اليد وغسل وجهي لا يكون إلا عند الوضوء عند الصلاة. وأخذ كلامهم ثم بين لهم وعدل لهم الفهم في هذا الباب، وهذه أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الناحية البلاغية استفهام واستنكاري، وفيها الإنكار للتعليم، الإنكار للتعليم، يعني كأنه قال أما الوضوء فلا يكون إلا إذا أردت الصلاة، وهذا تسير على الأمة، لأنه ليس من يأكل يذهب يتوضأ، وإن كان البعض حملها على غسل اليدين فقط، وهذا لا خلاف فيه. الفائدة الثالثة، الشريعة الغراء لم تترك شريدة وريدة لأتت بها، سعة الشريعة في كل شيء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.